رحبت على العباد وعم الجور أرجاها ولم يعد لعباد الله من أمل يرجى ليكشف عنها ما تغشاها إلا ظهورك يا عين الحياة ولا شيء سواه فعجل يا ابن أزكاها فقد تطاول ليل الظلم يا أمل المستضعفين بأذناها وأقصاها حتى القلوب قست يا سيدي وغدت كصخرة لا ولن تندى زواياها ذاك التراحم فيما بينها انطفأت أنواره فغدت سودا حناياها ولن تعود كما كانت فقد هجرت ما قال ربك واغترت بدنياها يطول ليل فقير المسلمين فلا يلقى معينا يخفف عنه بلواها يجوع حتى يكاد الجوع يقتله فيما موائدهم ترمى بقاياها يلقى بلا تهمة في قعر مظلمة ظلما وإن فيه لم تثبت دعاواها كأنما هذه الدنيا وزينتها وطيب عيش بها تعطى لأعصاها حتى غدا الموت يا مولاي أمنية ترجى من الله ممن قد تمناها ذبل الشفاه ليوم الوعد في شغف لكي ترى يوسف الزهراء مولاها فليس إلاه من فيه الخلاص لها وليس إلاه من بالعدل يملاها.